نقول لكم عندنا 430 ألف أرملة اللي كتاخذ الدعم وضربناها في 4.5 بالنسبة للحكومات السابقة. ونقول لكم ربحنا الباحة رباط وربحنا قيم صالح، ومن اللي بدينا العشرات ديال الانتخابات في الجزئية ونقع ربحناهم وكسروهم. هو ملي كتشوف هاد الهزائم كلها زعما ملي كيشوف هاد الشيء هذا اش باقي ليه؟ هاد بعض الزعماء اللي كيقول لك زعماء سياسيين كيخداو واحد التعهد وقال لك قولوا لنا حنا كنقولوا لكم دابا اش غيوقع؟ هاد السيد اش كيقول؟ سياسة ماشي ديالك. لا من فضلكم انا ما متفقش معاكم، نقول لكم علاش. خليوه في بلاصتو لانه اصبح مؤشر للفشل السياسي صدقا. ونرجع لكم الشباب والشابات، راكم في الطريق الصحيح. هاد النتائج اللي جاو ديال الانتخابات هما ايجابيه، الناس بغاوكم تبقاو بلاصتكم. انتوما ما سنواصل